السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير، واتمنى ان الدايمنشنز اللي شرحناها قبل كده تكون وضحت معاكم. النهارده ان شاء الله نشرح دايمنشن جديد اسمه رول بلاينج دايمنشن، او فيما يعرف برضه بريوزابل دايمنشن. طيب ايه الرول بلاينج دايمنشن ده؟ احنا تخيل ان احنا عندي تيبل، عندي دايمنشن زي الدي دايمنشن اللي هو الكالندر دايمنشن، جوه اي دي جوه ديت والكلام ده. الرول بلاينج هنا معناه ايه؟ معناه ممكن يكون عندي دايمنشن واحد بس في الفاكت تيبل مستخدم باستخدامات مختلفه. مختلفه يعني ايه؟ خد بالك، مختلفه في المعنى مش مختلفه في الفاليو. يعني ايه؟ يعني انا عندي نفس الديت، يعني نفس اي دي ديت ده، ممكن استخدمه مالتي تايمز بس بمعاني مختلفه. ناخد مثال هنا، انا مش عايز اقرا النظري، انا هقول لكم النظري بس يعني اقرا هنا. عندي هنا اوردر ديتيلز، اوردر ديتيل ده هنا عندي ايه؟ عندي الاوردر ديت والشيبد ديت والدليفري ديت والاكسباير ديت. اكسباير ديت، تخيل عندي اربعه ديت كلهم جايين از فورين كي من الكالندر ديت. هتقول طب انا ليه ما اعملش، نيجي هنا سؤال حلو، ليه ما اعملش اربعه تيبل اسمي كالندر مثلا واندر سكور ديليفري كالندر ديليفري كالندر اكسباير ديت كالندر شيبنج كالندر اوردر ديت. ملوش لازمه. ليه هعمل هما في الاخر نفس الديت ونفس الاتريبيوت؟ بالتالي بعمل وان كالندر اللي هو الاساسي اللي عملناه قبل كده، وبعد كده بنعمل حاجه اسمها اللي هي الديزاين بتاع الرول بلاينج هنا، ان هو بيبقى دايمنشن واحد بس بيلعب اكثر من دور. يعني دي مش ترجمه حرفيه بس ترجمه المعنى بتاعها. تعال نقرا هنا المعنى بيقول لك ايه. بيقول لك هو سنجل فيزيكال دايمنشن هيلبس تو ريفرنس مالتيبل تايمز ان افكت تيبل as each reference linking to a logical distinct role. يعني كل واحد منهم بيلعب distinct role مختلف، مش شرط كلهم نفس الرول. وخد بالك بقى هنا ان ممكن يبقى نفس الفاليو، يعني مش هنا مش شرط يكون فاليوز مختلفه. يعني تخيل مثلا ان انت عملت اوردر يوم 1/1/2020 وعملت والشيبنج حصل 1/1/2020، في الاخر الاقي ان الاي دي ده هو الاي دي ده، ممكن يبقى delivery مختلف، ممكن delivery نفس اليوم. تخيل ان هو delivery at the same date، ممكن تخيل ان الاكسباير يكون نفس البتاع بس هو في الاخر زي بعض. هتقولي ممكن يبقوا زي بعض او ممكن مختلفين، اه مش مالهاش علاقه بين بعض، هي في الاخر في يوم معين انا بريفرنس بعمله ريفرنس من هنا. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه جدا والكريتيكال جدا ولازم تبقى واضحه، وانا حطيتها هنا عشان اربط عشان ما يحصلش اي لخبطه. الكونفورمد دايمنشن والبلاي دايمنشن، ايه الفرق بينهم؟ الكونفورمد هو عنده نفس المعنى في كل التيبلز. يعني ايه؟ يعني تخيل عندي كاستمر اي دي، الكاستمر اي دي ده هو نفس الكاستمر ده، نفس اي دي في نفس كل حاجه واستخدامه واحد. لكن الرول بلاينج معناه ايه؟ معناه بيبقى عندي دايمنشن بس استخداماته مختلفه. انا هنا لما بقول الرول بلاينج معناها ان انا عندي نفس الدايمنشن او نفس الرول بلاينج دايمنشن، بس لما اجي استخدمه بقى اقرا الاي دي او دايمنشن اي ده بيبقى معاني مختلفه معايا. بمعنى ان الديت اي دي في المثال اللي فات اللي هو بتاع الاوردر هنا، كل كولوم كل دايمنشن هنا ليه معنى مختلف. هاويفر تخيل انا عندي كاستمر اي دي في الاوردر ديتيلز هنا، حلو، كاستمر اي دي تحت اي تيبل هو ليه معنى نفس المعنى، فبالتالي هيبقى عندي الاي دي بتاع الكاستمر ده هو كونفورمد هنا. لكن الرول بلاينج هنا، الرول بلاينج هنا هو نفس، ممكن يكون نفس الدايمنشن اللي هو الاي دي المستخدمينه في الكونفورم، بس لو غيرنا استخداماته اكتر من مره بقى اسم مختلف. حلو، ما بقاش اسمه ديت. يعني انا لو جيت هنا قلت في التيبل اللي فات ده ترانزاكشن ديت، وعندي ترانزاكشن ديت اي دي ده هو واحد في كل التيبل، هو بس انسرشن ديت. فالترانزاكشن ديت ده بمعناه هو واحد في كل التيبلز، بس هنا الديت في الدليفري والشيبمنت والاكسباير ديت مختلف كمعنى. انا عارف ان الاثنين قد يكون فيهم سنه خلط، بس انا اتمنى اكون وضحت ان نتكلم ان الكونفورمنت هو المعنى بتاعه واحد في كل التيبلز. الرول بلاينج انت بالديزاين بتستخدم دايمنشن اكتر من مره بديفرنت سيناريوز. طب نيجي هنا سؤال تاني، ليه اصلا هتم مسميات ما تم، يعني مش شرط تعرفها، ما ديزاين وخلاص. يعني احنا هنا لو عملنا الديزاين ده وما عرفناش اسمه في مشكله، مش لازم تعرف اسمه، بس بقولها عشان ما يحصلش خلطه معاك وانت بالديزاين ده تفكر. انت بتشوف الباترن ده، يعني انت لما تشوف باترن لديت ماشي بالشكل ده، بنتكلم على مثلا انت بتبني داتا هاوس، فعندك شوف ديت بالشكل ده، فانت لما تشوف الباترن ده انت محتاج تعمل ايه؟ تفكر على طول دايركت الديت الباترن ده هو باترن بتاع الرول بلاينج، فانا هعمل دايمنشن ويبقى ليه ريفرنس اكتر من مره. طب افرض عندي هنا كولوم تاني زي ما قلنا اسمه تي اس تايم مثلا،
ترانزاكشن تايم في كل التيبل وليه اي دي، ده هنا هيبقى كونفورم، مش هيبقى بينج، لان هو نفس الكلمه نفس الكولوم نفس المعنى في كل التيبلز، لكن هنا الاي دي، هنا الاي دي بتاع ده مختلف في كل معنى. تمام، اتمنى يكون الدايمنشن ده واضح معاكم، ما حصلش في اي لخبطه، فهمتوا الفرق ما بينه الكونفورمد والرول بلاينج. وان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح الاوت فيجر دايمنشن، اتمنى يكون كل الفيديوهات او كل الدايمنشنز واضحه ومفيش خلط بينهم. ولو عندكم اي اسئله اسالوا في الكومنتس بتاع الفيديو او في الكلاس روم. شكرا، السلام عليكم.